اسم اي بي مش كلمة واي حاجة هتلاقي هنا اخوات بيعملوا كل حاجة بس مليون قريب وده الهدف مش هنعمل لما وصلوا لو حتى بعد سنة. وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده ايوه ابطال فيديو النهارده فيديو تحقيق وعن بنت ابطال كنا اتكلمنا عليها زمان، ولكن الفيديو ده يا ابطال حرفيا هيجمع كل حاجه بجد بجد يا ابطال، سواء يا ابطال كانت قديمه سواء كانت جديده. مقطع النهارده هيكون مليء بحاجات قويه جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو جامد جدا، وكمان اشتركوا في القناه ويلا بينا. زي ما انتم شايفين يا ابطال انا فاتح قدامي وقدامكم دلوقتي حالا حساب التحيات. هنبحث هنكتب 4NN1 او 4NN1 زي ما انتم شايفين يا ابطال، هو ده الحساب اللي جايين نتكلم عليه النهارده. والمفروض يا ابطال البنت دي انا اصلا بعت لها طلب صداقه من زمان جدا، تقريبا يا ابطال المقطع اللي انا اصلا كنت مصوره من فتره كبيره. زي ما انتم شايفين يا ابطال كنت مصور يا ابطال مقاطع تقريبا من اكتر من 11 شهر، وغير يا ابطال ان في كمان مقطع يا ابطال من سنتين. والله يا ابطال فعلا انا كنت عامل مقاطع كتيره قوي زمان عنها، وجي الوقت يا ابطال بعد سنتين وقلت ان لازم اعمل مقطع عن البنت دي برضه. طيب ليه يا بلال؟ لان يا ابطال حرفيا الهاكرز دايما يا ابطال بيزيدوا وبيقعدوا كده يا ابطال يعملوا اسرار وحاجات كده غريبه وبتطلع عليهم جديده، وعشان كده يا ابطال انا قلت ان لازم فعلا اعمل حاجه زي كده. بصراحه يا ابطال مليت انا من الكلام الكتير، عايزين يا ابطال ندخل في الافعال. زي ما انتم شايفين يا ابطال البنت دي عندها صفر صديق، مش عندها اي صديق خالص اصلا، ولكن يا ابطال الغريب ان هي ابطال عامله لواحد بس فولو، معرفش دي واحد ولا واحده، وحسابها يا ابطال من 3 سنين ما اتفتحش. انتوا متخيلين يا ابطال احنا عاملين يا ابطال تحقيق من سنتين وحسابها لحد دلوقتي برضك ما اتفتحش. خلينا دلوقتي يا ابطال ندوس على الفولو ده، يا ترى هي عامله لمين؟ او ماي جاد، ثانيه الشخص ده يا ابطال فاتح حسابه من 32 دقيقه، معنى كده يا ابطال الموضوع هيبقى فيه تجديدات وفي حاجة جديدة في لاب جاك. مين يا ابطال الشخص ده؟ خلونا ابطال اول حاجة نعملها نبعت له طلب صداقة ونعمل ريفرش للصفحة عشان يظهر لنا كانسل ريكوست. لو انتم شايفين يا ابطال احنا لازم فعلا نتواصل مع الشخص ده بأي طريقة، حرفيا يا ابطال هو ده اللي المفروض يا ابطال بيتواصل مع البنت دي. وازاي يا ابطال يعني هي البنت اصلا تبعت له او تعمل له فولو ليه؟ يعني ايه السبب يا ابطال؟ وايه اصلا الغرض من الموضوع ده؟ خلونا دلوقتي حالا يا ابطال نشوف عنده كام صديق، اكتر من 9 اصدقاء بس. خلونا دلوقتي يا ابطال نشوفهم. كويس قوي. هل في حد يا ابطال شكله غريب ندخل عليه ونعمل عليه تحقيق؟ باكتور او بوكتور تقريبا، مش عارف وات ذا ايه ده، شخصيته غريبه ولكن مش اغرب حاجه برضك يا ابطال، ما يبانش عليه هاكر او حاجه زي كده. ايبك بيكون مش عارف بصراحه ابطال ده شكله غريب، كانشنش يعني تحسه ابطال عصابه، كانشنش عصابه كده، ولكن غالبيتهم ابطال شكلهم عادي جدا وعنده 11000 فولو وعامل ل 14 واحد فولو يا ابطال. خلينا نشوف يا ابطال مين اللي عامل لهم فولو. كويس، نفس الاشخاص اللي عنده برضك اللي المفروض ايه ده؟ ثانية يا ابطال، واحد عامل له فولو وهو متوثق، وات؟ عنده مليون فولو؟ الشخص ده يا ابطال اللي صانع ماب الكوارث الطبيعية اللي مشهورة جدا في لعبة روبلوكس، مستحيل. ثانية يا ابطال، والشخص ده ايش دخله أصلا يا ابطال بالبنت 4NN1؟ والله يا ابطال بدأنا نربط بحاجات غريبة، وأنا بصراحة يا ابطال ابتديت أخاف جدا جدا جدا. خلينا دلوقتي حالا يا ابطال نشوف إيه اللي بيحصل. يا ابطال الشخص ده حرفيا يا ابطال عامل مابات جدا جدا كتيره، ولكن هي دي الماب يا ابطال الوحيده اللي حرفيا اتشهرت. زي ما انتم شايفين يا ابطال اكتر من 8000 لاعب بيلعب اصلا الماب دلوقتي حالا. بقول لكم ايه، انا لازم يا ابطال فعلا اشوف واتاكد مين الشخص اللي احنا دلوقتي يا ابطال قاعدين في حسابه، باين عليه برضك يا ابطال بيصنع مابات وحاجات زي كده. احنا لازم يا ابطال فعلا ندخل على اول ماب دي، عشان بجد بجد انا ابطال يعني خايف، حاسس ابطال اللي هو ممكن يكون عامل حاجه جوه الماب ليها علاقه بفوق NN1. زي ما انتم شايفين يا ابطال اسمه اوكابي، تمام، رول بلاي حياه واقعيه، 24 لايك و19 ديسلايك. خلينا ندخل على الماب دلوقتي حالا. زي ما انتم شايفين دلوقتي حالا يا ابطال دخلت انا على الماب، ولحد دلوقتي لسه قاعده بتحمل. اما نشوف يا ابطال ايه ده؟ يا نهار ابيض، دي رول بلاي حياه واقعيه بجد ولا لا؟ لا لا لبسني يا عم الاحسن. والله بص ايفل ديفل ما بيحبش يطلع كده، ما هو بجد ما تقوليش اللي هي كده حملت. يا عم انا مش عايز اطلع كده، يا نهار ابيض، قطط وحاجات كده غريبه، هي دي حياه واقعيه؟ ايه ده؟ ثانيه يا ابطال خلينا ندخل هنا سبيشال حاجه خاصه. اوه
ماي جاد، لا يا ابطال خلينا نعلي الصوت، انا حاسس ان في حاجه. ايوه انا كده ابطال معلي الصوت. بسم الله يا رب خير يا رب خير. انا ابطال حاسس ان ممكن يحصل لها حاجه مرعبه والله، حاسس يا رب. بسم الله كويس والله ايزي. فين والله مفيش اي حاجه. ايه ده احنا رجعنا تاني صح؟ مش حصل خير؟ هو انا المفروض كده هموت يعني؟ ايه ده ما متش؟ سبحان الله والله انا افتكرت ان انا هموت. ايه ده يا صانع الماب؟ في 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 انا مش فاهم حاجه. واتزا ايه الهبل ده؟ انا مش فاهم اي حاجه بصراحه. ابطال اضطريت اطلع من الماب لان الماب بصراحه غريبه وما فهمتش منها اي حاجه. خلينا ابطال نجرب الماب اللي بعديها اسمها جاربيج او جاربيج ما اعرفش دمب. خلينا اهم حاجه ابطال ندخل ونشوفها. طبعا يا ابطال انا بعمل الموضوع ده وبدخل على كل ماب عشان حرفيا يا ابطال لازم نعمل كده. هي ابطال سلسله التحقيقات اللي جايه بجد بجد يا ابطال. اللي احنا الحاجات اللي احنا بنعمل ايه ده؟ شات فويس. او ماي جاد هو انا فين بس؟ ايه ده في صوت في صوت عالي وحاسس ان انا هصوت دلوقتي. او ماي جاد ده كلب ده ولا ايه؟ او ماي جاد ده كلب. ايه ده هو اللي بيحصل؟ وفي ايه؟ هو الكلب ده جاي عليا ولا انا بتخيل؟ حاسس اللي هو في الهواء ولا انا بتخيل؟ ان شاء الله ابطال اكون بتخيل زي ما انتم شايفين. هوبا نزلت. ايه ده الكلاب موجوده ليه في كل حته يا ابطال؟ بقول لكم يا ابطال انا عايز اتاكد هي فين فوق. لو لمسته ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه؟ ماشي حصل خير حصل خير يا ابطال. ولكن ده اكبر كلب شفته في حياتي. ولكن ده ماشي معايا ليه ده ولا ايه ده؟ عبيط ده ولا مش ازاي واقف في الهواء الكلب ده؟ عامه يا ابطال انا اصلا يا ابطال مهمتي يا ابطال ان انا داخل على الماب دي عشان ادور على 4NN1. ولكن باين يا ابطال الماب اصلا مسخره وماب باين عليها يا ابطال بتضحك. بص الجيلاتي عامل ازاي والكلب يا ابطال اللي عايم في الهواء. ايه ده في ايه ده؟ بص ابطال والله لو جوه الكوسو. ايه ده عايم في الهواء ازاي ده؟ ربنا يشفيك يا عم الكلب. انا لازم اطلع دلوقتي حالا. يعني يا ابطال كلب طاير في الهواء وجلاتي واقف واقف عليه وقطط. ايه ده؟ ايه يا ابطال يعني ايش دخل الموضوع ده يا ابطال؟ ماشي ما علينا. خلينا يا ابطال ندخل على اخر ماب عند الشخص ده. زي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي حالا دخلت على الماب. او ماي جاد مين البنت دي؟ والله ابطال بنت مخ. السلام عليكم. هلا والله. او ماي جاد يا ابطال في حاجه غريبه. المكان ده تحسه مكان صيني. طيب ممكن ترد عليا؟ طيب ما انا اكيد مش هفضل يعني اكيد الماب كلها مش كده. الا لو كده يبقى بجد لازم اطلع. وفي الحقيقه يا ابطال ان انا اكتشفت ان الماب كلها كده. ايه ده يا جدعان ايه اللي بيحصل ده؟ والله العظيم حاجه جدا جدا غريبه. والمفروض يا ابطال هو ده الشخص اللي البنت يا ابطال 4NN1 عامله له فولو. يا ابطال خلونا كده يا ابطال ندخل بقى. ايه ده ثانيه 8 مليون فيزيت على الماب بتاعتها. وحرفيا يا ابطال اخر ابديت من 3 سنين. يا نهار ابيض 3 سنين زي ما انتم شايفين يا ابطال. 19000 لايك و5000 ديسلايك. 22 يا ابطال واحد بيلعب الماب دلوقتي والماب جايبه 8 مليون فيزيت. او ماي جاد يا ابطال ادخل مع مين ولا مين؟ انا ادخل مع دول وخلاص. زي ما انتم شايفين يا ابطال انا دخلت مع سيرفر وحرفيا يا ابطال باين كده. ايه ده ايه الحاجات اللي يا ابطال موجوده؟ ايه ده اعوذ بالله. يا نهار ابيض ده واضح ان ده مجتمع. وات ذا مين دول؟ اقسم بالله مين دول؟ ايه ده مين دي؟ واضح ابطال في تحديثات جديده. يا لو بتكذب علينا وتقول لنا اخر تحديث من 3 سنين نقول اللي جاب القطه دي. يا نهار ابيض ثانيه يا ابطال مين الناس دي؟ ايه ده جوندو؟ والله واتس هاي ثانيه يا ابطال هاي. انا لازم اقول لهم دلوقتي حالا يا ابطال انا فعلا بصور مقطع على اليوتيوب ولا ممكن يهجروني. اقسم بالله خايف. ثانيه يا ابطال انا دلوقتي حالا هقول لهم الموضوع ده مش هخاف. هم انا يا ابطال عامل حساب التحيات ليه ولا بعمل تحيات ليه؟ تمام انا اصور مقطع الان. تمام ثانيه يا ابطال اقسم بالله خايف والله العظيم خايف. ثانيه اي ام يوتيوبر. او ماي جاد يا ابطال ثانيه يا ابطال نشوف ايه اللي بيحصل. والله يا ابطال الموضوع بيخاف. مين فولر ده يا ابطال ومين الشخص اللي اسمه اوسوم ده يا ابطال؟ مش عارف يا ابطال واضح كده يا ابطال اللي هو اوعى تقول لي انهم بوتات. ولكن يا ابطال اللي فوق ده مش بوت. اللي اسمه جون دو يا ابطال انا متاكد مليون المية يا ابطال هو مش بوت. ايه ده ولكن جون دو بعت لي طلب صداقه. والله اعمل ايه يا ابطال؟ اوسم ده يا ابطال طلع بجد يا ابطال. يا نهار ابيض بعت لي طلب صداقه. اوافق ولا ايه؟ بقول لك يا ابطال دي فرصه يا ابطال ان انا اوافق عليه دلوقتي. تمام ليتس جو. المفروض يا ابطال ليتس جو يا ابطال جون دو حرفيا يا ابطال. يا نهار ابيض بقى عندي في الاصدقاء. بقول لك يا ابطال انا لازم اطلع دلوقتي حالا واروح يا ابطال اكلمه في الرسائل واساله تعرف ايه على يا ابطال البنت اللي اسمها 4NN1 لان ابطال داخل الماب بتاعتها. ليتس جو.
المفروض دلوقتي حالا يا ابطال اروح على الرسايل. ايوه الشات، ايوه او ماي جاد، اهلا. خلينا ابطال نقول له هاي، ليتس جو ابطال، بجد بجد اللي هيحصل دلوقتي. انا خايف، خايف ابطال وفي نفس الوقت متفاجئ. يا رب بس يا ابطال يرد عليا. انا دلوقتي حالا يا ابطال هقول له ماذا تعرف عن 4NN1، واعمل له ابطال علامه استفهام واشوفه يا ابطال هيرد ويقول لي ايه. يا رب بس يا ابطال يعني فعلا يرد عليا. خلينا دلوقتي يا ابطال كده نحاول ندخل على الحساب بتاعه، لان ده كده يا ابطال بقى اول صديق عند ايفل ديفل باسم جون دو. وبجد يا ابطال سلسله التحيات الفتره اللي جايه هتكون جدا جدا خاليه. او ماي جاد، الحساب لسه معمول، اقسم بالله ابطال، وانا بس اللي موجود معاه. يا نهار ابيض، اقسم بالله انا خايف، مش عارف بصراحه ابطال ايه اللي ممكن يحصل. ولكن يا ابطال انا قلت له انت تعرف ايه عن 4NN1 ومستني رده. مش عارف بصراحه يا ابطال هو ليه لحد دلوقتي الشخص ده ما ردش. يمكن يا ابطال يكون حساب فيك وبيبعت لي طلب صداقه وخلاص. بجد بجد يا ابطال انا مش عارف. ولكن يا ابطال خلونا نطلع دلوقتي حالا ونروح يا ابطال على حساب 4NN1. زي ما انتم شايفين يا ابطال الموضوع جدا جدا غريب، ان لحد دلوقتي الناس يا ابطال فاكره 4NN1 البنت يا ابطال اللي اتخطفت، وحرفيا يا ابطال فجاه كده اختفت عن كل الناس. وناس كتير يا ابطال قالت ان هي اتخطفت، وناس كتير قالت ان هي ماتت. ولكن الموضوع جدا جدا مخيف وغريب قوي. خلونا دلوقتي يا ابطال نشوف ايه ده. مش حاطه يا ابطال اي حاجه حتى في الفيفوريت، ولا يا ابطال عندها بلير بادجز. الحساب ده يا ابطال ما لعبش روبلوكس اصلا. ولكن يا ابطال الحساب ده دخل على روبلوكس ستوديو وعمل يا ابطال الموضوع ده. زي ما انتم شايفين يا ابطال كمان كاتبه ثانكس فور بلاينج، يعني شكرا على اللعب. طيب يعني المفروض انت كده اكيد فتحتي، مستحيل الثلاث سنين تكون يا ابطال لحد دلوقتي ما فتحتش. بجد يا ابطال مقطع النهارده جدا جدا غريب. وبقى ابطال معانا حرفيا صديق جديد، هو اسمه جون دو، ومستنيني يا ابطال فعلا فعلا انه يرد علينا. مقطع النهارده كان جدا جدا اسطوري، واتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ابي جيمنج وابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه.